ممكن اعرف انت سكت ليه؟ انا مش بحب الصوت العالي. ممكن اعرف انت سكت ليه لما نطع ده اخد فكرتك؟ هو ايه اللي بيضحك؟ شتيمة نطع دي مضحكة جدا. نديم انت لو فضلت كده هتبقى انسان فاشل. انا مش فاشل. لا هتبقى فاشل لو معرفتش تاخد حقك من اللي بيضحك عليك. احنا كلنا هنا بنتنافس ولازم تعرف تاخد حقك بنفسك. انا لو مكانك اروح له لحد البيت واديله بالجزمة على دماغه. انت معايا ولا مش مركز ولا في ايه؟ وبعدين انا حرقة دمي ليه؟ انا مالي؟ هو في ايه النهارده؟ لا بس بسم الله ما شاء الله عربية جميلة يا جو، كان عندي زيها في البلد. ربنا يديك خيرها ويوفقك شرها. متشكر يا عم. عاملة كام بقى دي دلوقتي يا جو؟ والله مش عارف. طب ما طال انت كده كده يعني في الراحة وفي الجاية نفس سكتك، تاخدني معاك. هلا اسليك في الطريق بدل ما تفضل قاعد زهقان. بيني وبينك المواصلات زحمة، ناس طالعة وناس خارجة وحاجة قرف. والمحامي الشاطر اللي زينا راس ماله دماغه. طبعا انت هتقول لي بس انا برضه عايز افهم دماغك دي، يعني انت وصلت للموضوع ده ازاي؟ وصلت للفكره دي ازاي؟ بيني وبينك يا جو انا قلت انا لازم ابقى اشطر واحد في المكتب، بس عندك البت رام الله دي عشتها مرتاحه، والواد نادين مخه على قده بس على قلبه قد كده، والبت ندى اهلها مبسوطين، انت الوحيد اللي في المكتب ده اللي شبه يا جو، عشان كده قلت احنا نبقى اصحاب. يمكن يعني الفرق الوحيد اللي بيني وبينك انك معاك عربيه وانا لا. يا عز مال ده باللي احنا بنقوله؟ انت ليه على طول كده بتخرج بره النص؟ انا عايز افهم يا سيدي. ما انا جاي لك في الكلام. انا مش هطول عليك. قول طول. انا كنت قاعد من كام يوم باخد وبدي مع نفسي في الكلام كده، قلت ان انا ما ينفعش حد يسبقني في المكتب ده، مش عشان انا اشطركوا، لا، عشان انا اكتر واحد محتاج. قمت رايح اعمل كوبايه الشاي المفضله بالنسبه لي اللي هي الكشري 5 معالق سكر، ما انت عارفها يا ما شفتها واعملها في المطبخ. ايوه حكايه بتظبط الدماغ ظابطه. المهم وايه، وقعدت افكر وقمت حاطط نفسي مكان رانيا، وجه في دماغي مثل كانت دايما تقوله له امي. ايه هو بقى المثل ده؟ لو بيتك من ازاز ما تستحماش في الصالون، والطوبه لو مش عافيه مش هتكسر الازاز. ترجم بقى يا جو، ترجم. شغل لنا حاجه حلوه بقى. يلا انت مشكله والله العظيم. عايز بس عربيه مريحه. بسم الله ما شاء الله. قلت لي عامله كام؟